برعاية عبد الكريم شروف. شهر رمضان من خيرة شهور، هو شهر العبادة اللي كان جدو فيه الإيمان والتقوى ديالنا. هو شهر الصلاة وقراءة القرآن الكريم. لهذا فإن المسلم كيستغل هذا الشهر الفاضل في زيادة حسناته وتثقين موازينه لنيل رضا الله تعالى. والخاسر الحقيقي هو الذي يفوته هذا الشهر دون أن يجدد الإيمان في قلبها. في شهر رمضان تزداد صلة الرحم بين الأهل والأقارب، ويصبح الناس متواصلين أكثر مع بعضهم البعض، خاصة أن شهر رمضان المبارك فرصة لالتقاء الأحبة معا على مائدة الإفطار وفي المسجد لأداء صلاة التراويح. قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك من العبادات التي يجب أن يغتنمها الصائم، خاصة أن الأجور فيه تتضاعف وتصبح كل حسنة بعشرة أمثالها، وهذا كرم وفضل من الله تعالى يجب أن يحرص عليه المسلم ليرفع درجته عند الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من إطعام الطعام في شهر رمضان المبارك للفقراء والمحتاجين، وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان يتحرى ليلة القدر، وكان اعتكافه في المسجد النبوي شريفا. والمسلم يجب أن يكون الرسول قدوته، وأن يحاول الاعتكاف قدر الإمكان، وأن يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر، ويحاول أن يغتنم أجرها ودعواتها. ميز الله تعالى شهر رمضان عن سائر الشهور بأن جعل فيه ليلة عظيمة هي أعظم ليلة على الإطلاق، ألا وهي ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليلة خير من ألف شهر، والعبادة فيها تعادل عبادة 80 عاما. لا شيء يضاهي فرحة الصائم عندما يقترب موعد آذان المغرب، والفرحة الكبرى أيضا عندما يتمم صيام أيام رمضان كاملة ويأتي عيد الفطر السعيد كجائزة على الصيام والقيام. ولا يجب أن تنتهي الروحانية بانتهاء شهر رمضان، بل يجب أن يظل المسلم موصولا بالله تعالى في كل وقت.